بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بعدا كنهنيو الجمهور اللي استمتع بهذه المباراه. هذه مباراه كتسمى بين متصدر المطارد ديالو. حنا جينا هنا باش نحققوا واحد النتيجه الفوز، ما كتسمى التعادل ما راضيينش به. والكره القدميه هذه فانت كما شاف كلشي ضربه جزاء خياليه، ومعلومه شي الحكم المغرب كامل ما كلشي اخطا. ونتمنى الحظ لجوج الفرق ان شاء الله، واللي طلع بالكره يستاهل. مرحبا هشام، كنت عاوني بزاف في هذا الماتش هذا، تسدوا في ثلاث تروا بون ماشي بقى في لاكوز ديال البطوله. شنو وقع لكم بالضبط اليوم؟ كنتوا رابحين في المقابله حتى اكبر ضربه جزاء. بطبيعه الحال جينا باش حنا باي مباراه كناخذوها مباراه كناخذوا مباراه باش نربحوا ثلاثه نقاط، وجينا مدينه طنجه باش نديو ثلاثه نقاط ديالنا. ما كسبش كره هي هذه فيها التعادل. وكنهنئوا أجاكس طنجة، ما فرقة ممتازة، حتى هما كيستاهلوا الصعود إن شاء الله، والموسم باقي طويل. اللي طلع مرحبا، اللي طلع بالكرة يستاهل. مرحبا. إسام، واش ما كتشوفش كتضيعوا نقيطات في الدار ديالكم؟ لا ماشي كنضيعوا نقيطات، اللي تفرج الماتش اللي فات كتمنى كنقول لك الكرة فيها كلشي، لعبنا وما كيجيبش الله ونعوضوهم عاود، اللي كيضيع نعوضوها في باقي المباراة إن شاء الله. نتمنىكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. بعدا أول حاجة كنهنئ الدراري بهذه المقابلة اللي قاموا بها فريق أجاكس طنجة. لاعبين يعني بينوا على واحد القتاليه وواحد الجديه في الملعب. كنشكرهم من هذا المنبر، وكنشكر الصفحه ديالكم على التغطيه ديال المقابلات ديال القسم الممتاز. دائما كتكونوا متواجدين، تبارك الله عليكم. اولا انتم كيف ما كيعرف المحيط الكروي في مدينه طنجه ان فريق وزان هو فريق مدينه وزان، يعني كيمثل فريق المدينه. يعني كنا عارفين بان غنجيو غنواجهوا واحد الفريق اللي هو منظم، اللي هو عنده واحد الطاقم التقني، واحد موجدين المباراه. والحمد لله في الاخر اقتنصنا هدف التعادل اللي ما جاش عند محط فراغ. كان واحد الضغط كبير قمنا به في الشوط الثاني، اللي تبارك الله عليه المدرب ديالنا عطانا بعض التعليمات اللي بدل المقابله في الشوط الثاني. كانوا بعض الاخطاء في الشوط الاول، ولكن حاولنا نتداركهم في الشوط الثاني، والحمد لله ربي ما خيبناش وكنا جبنا التعادل كيف ما شفتوا، وكنا غنسجلوا الهدف الثاني، ولكن الحظ ما ساعدناش. عمراني، واش ديك ضربه الخطا بحال اللي فاجاتكم غيرتكم المجرى ديال المقابله؟ احنا في الاول احنا واحد المشكل احنا دائما كنا كنعانيو منه، ان ضربه يعني ضربه الخطا اللي يكون قراب للشبكه وديك الشيء، يعني كان عندنا واحد المشكل. يعني مؤخرا ما بقاوش كيتسجلوا فينا ديك الاهداف، ولكن هذا الهدف جا مباغت كيف ما شفتوا، يعني كان عكس مجرى المقابله، كانت مقابله متكافئه، تسجل الهدف واحد ارتباك وقع اللاعبين، والحمد لله استطعنا اننا نهدنوا راسنا ونكونوا رجعنا في المقابله الحمد لله. يوسف، شو وصفكم في الاخر بانكم تعادل فرحانين بحسن من الهزيمه كانت؟ طبعا راه انت كيف ما كيعرف كيف ما كتعرفوا راه فريق أجاكس طنجة هو اللي يعني متريد الترتيب. أرى التعادل أحسن من الهزيمة، والفوز أحسن من التعادل. الحمد لله اقتنصنا واحد النقطة اللي غتفيدنا في الترتيب، وغنبقاو إن شاء الله نحاولوا إن شاء الله نحافظوا على الصدارة، والحمد لله بعد ما خيبناش الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كنا مجال طنجة وعارفين بأن أجاكس متصدر، يعني عادي يعمل علينا واحد الضغط، ولاحظنا في بداية الشوط الأول وفي الأخر ديال المقابلة. الحمد لله كنا توفقنا، كنا مسيرين حتى حنا عاوتاني، كنا مسيرين المقابلة، يعني متحكمين في زمام ديال الأمور المقابلة. وآخر مقابلة عرفت واحد شوية ديال التطورات، يعني ضربة جزاء ما جاتش في الوقت، يعني في الوقت بدل ضائع تقريبا، وضربة جزاء اللي شوية مشكوك في الأمر ديالها، يعني اليد جامع يده، واللاعب جامع يده وكيتصفر بهالطريقة هذه، شوية كيبقى الحل في اللعبة. وعليها حنا اللي ما راضيينش بالتعادل، كنا كنتمنى من الله أننا نعودوا بواحد الانتصار اللي باش شوية البطولة تولي عندها واحد شوية المنافسة، تكون تزيين المنافسة وتولي عندها واحد التشويق كبير في المقابلات المقبلة. سي عبد الله، كتلعبوا في ملعب القريه الرياضيه، انتصرتوا على فريق عشرة العالم طنجة، اليوم كنتوا قرابي باش تنتصروا، ولكن عندكم مشكل كبير داخل اولمبيك وزان في الميدان ديالكم. هذا لحد الساعه احنا براسنا ما عارفينش شنو الاسباب، ما يعني شي حاجه ما عرفتش، واش اللاعبين كيتعرضوا شي ضغط اللي هو ما عرفتش، ولا شي هيئه خفيه كتلعب حنا ضد شباب اولمبيك وزان. كينقوموا بمقابلات اللي هي جميله، والدليل هي السمانه الاسبوع الماضي دوزنا مقابله ضد السلام القصري، مقابله كبيره، ولكن مع الاسف اننا تعادلنا. ولكن الكره هي هذه، راه ما عندنا ما نديروا، كره بيت خطره كتلعب برا
داخل الميدان كتكون مزيان وتخسر، وهذه هي حاله كره القدم. رحيم اخ عثمان، كما سمعتي المقابله اليوم كانت مقابله في مستوى عالي، مقابله قمه بين فريق المتصدر ترتيب فريق أزك طنجة، ونقدر نقول لك واخا في الصف كيضرب ربما الخامس والسادس، نقدر نقول لك مطارد مباشر هو الفريق اولمبيك وزان اللي كيمتاز بواحد العناصر صراحه هذه متمرسه، العناصر بعض اللاعبين ربما لعبوا في بريمير ديفيزيون تما، فلهذا اليوم كتشوفوا كانت مقابله مسؤول الاول كان واحد الضغط علينا، الضغط كبير على اللاعبين، حنا اللاعبين باقيين كنعرف قالوا في ممتاز ماشي شي مستوى عالي ديال باش يكون اللاعب ناضي اسمه مقابله وبزاف الحاجات، فلهذا زاد الضرب خطا زاد الهدف، نقولوا حنايا مباغت مجرات اللقاء كان متكافئ في الصوت الاول، الصوت الثاني عطينا بعض التعليمات وبعد تغييرات عطات الحكم ديالو ربما كنا نقدروا ننتصروا، ولكن اللي فرحني حنايا هو ان الصوت الثاني كنا بواحد المستوى تقني ممتاز جدا، وكنشوف واحد المستوى زعما اللي بانوا فيه العناصر واحد القتاليه كبيره، فلهذا انا فرحان ديك القتاليه ديال اللاعبين ولا المستوى خصوصا في الصوت الثاني، كنتمنى التعادل بالنسبه لي انا نقدر نقول لك واخا في الميدان طعم الانتصار على الامام مع الفريق قوي وقوي جدا رغم التعادل ديالو في السلام، فلحنا ربما دائما في الصداره رغم كيف ما كانت النتائج في الاخرين، دابا كنسوا المقابله ونستعدوا للمقابله ديال وداد طنجة، حنا مقابله ما كاينش استعداد خاص، ربما كما لاحظتي في الاولمبيك وزان اخر نهنيتو قلت الرئيس ديالو زعما صراحه ديال الفريق عندك ممتاز، كنستغرب كيف تعادل في الميدان ديالو، ولكن كما كنقول دائما كنقول الفارق لعب كونترا فريق ديال الراس العصبه الراس ديال ازاكس بزاف الحاجات معروفه، فريق كيجي محفز ماديا ومعنويا، فلهذا اسم المقابله كان مستوى عالي جدا خصوصا في الصوت الثاني. شكرا حسن. شكرا اخي.